كيف بتكون الأحوال الجوية في عيد الفطر والتفاصيل بالمختصر؟ بدأ من يوم الثلاثاء، متوقع أن يكون الطقس مائلاً للحرارة في معظم مناطق المملكة وحاراً في المناطق الشرقية، بينما يكون لطيفاً في المرتفعات الجنوبية الغربية. أمطار رعدية متوقعة في أجزاء من جنوب غرب وغرب ووسط وشرق وأقصى شمال المملكة، كما وقد تشمل العاصمة الرياض. وبالانتقال ليوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة شمالاً، ويكون الطقس مائلاً للحرارة في معظم مناطق المملكة وحاراً في المناطق الشرقية، بينما يكون معتدلاً في المرتفعات الشمالية والجنوبية الغربية. أيضاً فرص لأمطار رعدية متوقعة على أجزاء من جنوب غرب وغرب ووسط وشرق المملكة، وقد تشمل العاصمة الرياض. أما يومي الخميس والجمعة فمن المتوقع أن تتراجع فرص الأمطار عن معظم مناطق المملكة مع بقائها بشكل محدود في أجزاء من جنوب غرب المملكة. نتمنى لكم عيد سعيد. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.